السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة هنحل محافظة القاهرة. السؤال الأول بيقول: الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي: أول واحدة دي يا أستاذ دالة تربيعية، رسمتها عاملة إزاي؟ لو دي الشبكة رسمتها كده يا أستاذ. تاني واحدة دي دالة مقياس، رسمتها ازاي؟ دالة المقياس رسمتها كده. تالت واحدة يا أستاذ دي دالة ثابتة وبتترسم بخط بيوازي محور السينات. رابع اختيار دي دالة خطية وبتترسم بخط هيقطع محور الصادات عند الاتنين. وكنا بنعرف الدالة الأحادية ان انا بقوم جايب خط بيوازي محور السين، ونشوف لو قطع المسألة مرتين يبقى ليست احادية. دي ليست احادية، ده انطبق عليه يعني قطعه في عدد لا نهائي، يبقى دي برضو ليست احادية. هنا قطع مرة واحدة بس، ده يبقى احادية. يبقى الدالة الاحادية دالة اربعة بتساوي سين زائد اتنين. السؤال اللي بعده: مجال الدالة دالة س بتساوي جذر س ناقص 4. هو كنا بنجيب المجال ازاي؟ كان في نوعين من الجذر يا أستاذ، كان في جذر تربيعي أو جذر زوجي الرتبة وجذر فرد الرتبة. فرد الرتبة كنا بنقول مجاله ح على طول مباشر ما بفكرش، إنما الجذر زوج الرتبة زي التربيعي الرابع السادس الثامن كنا بناخد اللي جواه نقول أكبر من أو يساوي الصفر، وكان بقى بيختلف المعادلة اللي جواه. لو كانت معادلة تربيعية كنا بنحلها بإشارات الدالة أولى ثانوي. هنا هنحل عادي، هنعدل الأربعة بإشارة مخالفة. بيقول لك إن السين أكتر من أو تساوي الأربعة. اللي أكتر من أو تساوي الأربعة؟ من أربعة مقفولة لما لا نهاية مفتوحة. السؤال اللي بعده: لوغاريتم س 36 بتساوي 2. كنا يا أستاذ بنحلها إزاي؟ بنقول إن ده الأساس وده الأس، 36 بتساوي س أس 2. هنا يا أستاذ هناخد الجذر، السين بتساوي موجب أو سالب 6، بس السالب مرفوض يبقى السين بستة. ليه يا أستاذ السالب مرفوض؟ كان بيقول علشان تحسب اللوغاريتم لازم ده يكون عدد حقيقي موجب بس من غير الواحد كمان، يعني ما يكونش صفر ولا واحد ولا رقم بالسالب. السؤال اللي بعده: سين أس 3 على الاتنين بتساوي 64، سين بكام؟ قلنا له يا أستاذ إحنا علشان نشيل الأس ده كنا بنوديه بمعكوسه الضربي، يعني الأس هنا 3 على 2 نشيله نحط أس 2 على 3 في الطرفين. دي 3 على 2 يا شباب، عايز أشيلها من على السين حط لها 2 على 3 في الطرفين، لما تيجي تضربهم دول كده راح بقت س بتساوي 64 أس 2 على 3. لما تيجي تشيل أس كسر أو أي أس هات له المعكوس الضرب ليه وحطه الناحية التانية. يعني إيه بقى 64 أس 3؟ أنت دلوقتي قدامك طريقين، لا إما تستخدم الآلة الحاسبة لا إما تحل يدوي. إزاي؟ يعني إيه سين أس 64 أس 3؟ يعني أس 2 في تلت. طب يعني إيه التلت؟ التلت ده يعني كان جذر تكعيبي. تمام، هو الجذر التكعيبي لل 64 كام؟ خلي بال الناس، ده يعتبر أس وده يعتبر أس، اللي يتحسب الأول مفيش مشاكل. يعني واحد يحب يكتبها كده ويحسب دول وبعدين يجيب الجذر، وواحد يقول لا أنا أخد أس 2 كده أجيب الجذر التكعيبي لل 64 وأقوم أديله أس 2، يطلع الناتج 16.
أوجد في ح مجموعة حل المعادلة جذر تكعيب ل س تربيع ناقص 25 جذر تكعيب ل س ناقص 54 بتساوي صفر. قلنا المسألة دي تحليل يا أستاذ. إحنا بنتخيل إن أس 2 ده كأنه جاي كده. في ناس تقوم ببدلك جذر التكعيب ل س وتقوم حاطة مكانها إيه؟ ص كده. يقول لك ص أس 2 ناقص 25 ص ناقص 54 بتساوي صفر، ويحلوا على الأساس ده، يعني يكتبوا كده. بعد ما فرضوا إيه؟ إن الص دي بجذر التكعيب لل س. حللنا يا أستاذ. ص في ص، 54 دي كم في كم؟ 2 في 27. الكبير خد النص والتاني عكسه، ومنها الصاد بسالب 2 ومنها الصاد ب27. طب الصاد دي كانت ايه؟ كانت جذر تكعيب ل س. طب عايزين نشيل الجذر التكعيبي، حط اس 3، بقت س بتساوي سالب 8. طب وهنا كانت دي برضو جذر تكعيبي، عايزين نشيل الجذر التكعيبي، شيله باس 3، يبقى 27 دي اللي هي 3 أس 3، أس 3 يبقى هضرب في 3 الأس، يبقى 3 أس 9، يبقى مجموعة الحل سالب 8 و 3 أس 9. هو كان ممكن ناس تحله مباشر، بيقوموا جايين فاتحين قوسين على طول، يقول لك جذر تكعيب ل س في جذر تكعيب ل س، 2 في 27. واحدة بالموجب والتانية سالب، الكبير بياخد النص والتاني عكسه، بتساوي سالب 2. هنكعب الطرفين عشان نشيل أس 3، يبقى السين طلعت بكام؟ بسالب 8. نفس الطريقة هنا، جذر تكعيب ل س بتساوي 27، هنكعب الطرفين، يبقى السين طلعت بكام؟ ب3 أس 9، يبقى مجموعة الحل سالب 8 و3 أس 9. السؤال اللي بعده، ارسم الشكل البياني للدالة دالة س بتساوي مقياس س ناقص 4 زائد 3، ومن الرسم عين مداها واطرادها ومعادلة محور التماثل. رحنا يا أستاذ طلعنا له نقطة التماثل، افتكر كنا بنغير إشارة الرقم اللي جوه وناخد اللي بره زي ما هو، س 4 ص 3 دي نقطة الرأس. المسألة دي فيها انعكاس ولا لا؟ كنا بنعرفه ازاي؟ من الإشارة اللي قدام المقياس، لو سالب يبقى في انعكاس، يعني كان يبقى لتحت، هنا مفيش يبقى لفوق. يبقى الرسمة دي يا أستاذ جاية كده، هتقطع عند السبعة محور الصادات، يعني لو رقمت حط مكان السين صفر، ما هو محور صاد يعني سين بصفر، بقى كده 4 زائد 3 7. خلاص يا أستاذ أنا مش محتاج الدقة في الرسم، أنا أهم حاجة عندي إحداث الرأس. المدى، المدى ده بيجي من على محور صاد من قصاد الرسمة، شفت دي الرسمة، هنا المدى من قصادها، يبقى المدى كام؟ المدى جه من أول 3 مغلقة لما لا نهاية. طب الاطراد، الاطراد ده اللي هو التزايد والتناقص، الاطراد كان بيجي من على محور السين، هات الرسمه من تحت كده واطلع معايا. انا لو طلعت كده السينات عماله بتزيد، شوف هي الرسمه ماشيه كده، السينات هنا هي بتزيد، يبقى تزايديه من اول ايه؟ من اول الاربعه مفتوحه لما لا نهايه. احنا ليه بناخد الاربعه مفتوحه؟ بيسموها نقطة انقلاب، يعني انت ما انتش عارف المنحنى ساعتها كان طالع ولا كان نازل، يعني كانت النقطة دي مع ده ولا مع ده، فسابوها نقطة حرجة وقال لك ايه خلاص افتحها. طب بالنسبة يا استاذ للتناقص، اهو متناقص السينات بتنقص، يبقى تناقصية من اول فين لفين؟ من سالب ما لا نهاية لحد الأربعة، لأن من شروط الفترة أنت لازم تكتب الرقم الصغير الأول، وسالب ما لا نهاية هي الصغيرة. معادلة محور التماثل،
الرقم الأولاني ده هو ده معادلة محور التماثل، وكنا بنكتبها س بتساوي رقمها كده. يا شباب أنا خلصت السؤال. السؤال اللي بعده: أوجد في ح مجموعة حل كل مما يأتي. أول حاجة: مقياس 3 س ناقص 2 زائد س بيساوي 10. كان يا أستاذ السؤال ده ليه طريقين، لإما طريق جبري لإما طريق بياني. كنا بنعدي السين دي بإشارة مخالفة، وكنا بناخد دي دالة ودي دالة، أرسم ديت وأرسم ديت، والمكان اللي اتقطعوا فيه هو ده مجموعة الحل. بما إنه محددش، الجبر هنا أسهل. أنا علشان أشيل المقياس ده باخده مرة موجب يعني زي ما هو، وبرجع أخده مرة تانية سالب لما بغير إشاراته. غيرت كل إشاراته عادي، ممكن تغير إشارة اليمة التانية بس مفيش مشاكل. المهم يا أستاذ، دي كان لها شرط ودي لها شرط. دي لما السين أكبر من أو تساوي تلتين، وهنا السين أقل من التلتين. كنا بنجيب الشرط ده إزاي؟ كنا بناخد اللي جوه المقياس ده اللي هو 3 سين ناقص 2 نساويها بالصفر ونجيب قيمة سين، هو ده الشرط. نبدأ نحل. هنعدي السين بإشارة مخالفة كده، 4 سينات بتساوي 12، السين ب3، التلاتة أكبر من التلتين، أيوه ده هاخدها. نفس الكلام هنا بقى، سالب سين زائد 3 سين بتساوي 2 ناقص 10. جبت السالب 3 سين هنا والعشرة عدتها بإشارة مخالفة، بقوا 2 سين قصادهم سالب 8، السين بسالب 4. سالب 4 أقل من التلتين، أيوة يبقى مجموعة الحل 3 وسالب 4. في المجموعة ما كانش فيه شرط الترتيب، يعني عادي بعكس الفترة. فترة كان لازم تكتب الرقم الصغير الأول والكبير الثاني. السؤال اللي بعده ده بيتحل ازاي؟ تافه جدا. احنا كنا بنقول له ان يطلع كامل س ناقص 1 كل أس 2. عشان اشيل الأس 2 بالجذر انا مش عارف قيمة اللي جوه ده موجب ولا سالب، فعشان كده حطيته جوه مطلق، لان ما ينفعش جذر يطلع رقم سالب. بقت متباينة، نقدر نحلها مباشر، اللي هي س ناقص 1 أكبر من أو تساوي 4 وأصغر من أو تساوي سالب 4، ونعد الواحد بإشارة مخالفة، ونقوم رايحين راسمين على خط الأعداد. س أصغر من السالب 3، اقفل، أصغر منها أنت خدت ده. س أكبر من الخمسة، اقفل الخمسة خد الأكبر منها. ده أنا خدت خط الأعداد كله ما عدا الحتة دي يا أستاذ. يبقى مجموعة الحل ح ما عدا المفتوحة سالب 3 و5. سالب 3 و5 أنت واخدهم في ح، موجودين في الحل، ما ينفعش تقفلهم هنا، لأنك لو قفلتهم هتقول له شيلهم، وانا مش عاوز اشيلهم. السؤال اللي بعده: لوغاريتم 4 13 زائد لوغاريتم 2 س ناقص 1 بتساوي 2. المسألة دي يا استاذ سهلة في حلها. ازاي؟ انت شوف ده معناه ايه، مش ده معناه 4 اس 2؟ يبقى انا هشيل اول حاجة اللوغاريتم. شلناه ازاي يا استاذ؟ خدنا اساسه وحطناه 4 اس 2. يبقى لوغاريتم 2 س ناقص 1 هتساوي ال 16 دي اللي هي 4 أس 2 ناقص ال 13. بقى لوغاريتم 2 س ناقص 1 بتساوي دول بكام؟ ب 3. طب ما ترفع الأساس ده يلا. يبقى س ناقص 1 ب 2 أس 3 اللي هي كام؟ 8. يبقى س طلعت بكام؟ ب 9. السؤال اللي بعده: ارسم منحنى الدالة دالة س بتساوي 1 على س ناقص 1 زائد 3 مبينا مجالها ومداها وطردها. جينا يا أستاذ طلعنا نقطة التماثل،
اللي هي كم وكم؟ قلنا بنغير إشارة الرقم اللي هنا، ما بتأثرش بالرقم اللي هنا، طالما رقم عادي ما بتأثرش بيه، 10 20 30 مليون مليار ما بتأثرش بيه، بس لو سالب أعرف إن في انعكاس، وباخد الرقم اللي بره ده زي ما هو. بقت النقطة كم وكم؟ النقطة بقت 1 و3 هنا كده، وكنا بنعمل لها محاور وارسم المنحنى ما اقطعش المحاور دي، مفيش انعكاس عشان الإشارة موجب. خدت المنحنى الأول يا أستاذ أهو، وخدت المنحنى التاني كده، تمام. المجال هنا إيه؟ المجال من عم حوار سين، أنا خدت كل الخط بس الحتة دي كانت مفتوحة الواحد، يبقى حافر المفتوحة 1. طيب وبالنسبة للمدى بيجي من عم حوار صاب، بس برضو التلاتة كانت مفتوحة، يبقى المدى حافر التلاتة. طيب بالنسبة للاضطراد، الدالة دي السين بتاعتها أسها 1 بتبقى حاجة واحدة، لا تزايدية لا تناقصية. هنا يا أستاذ الدالة دي تناقصية، تناقصية في ناس تكتب على مجالها وناس تكتب في كل ح ما عدا الواحد. إذا كانت دالة س بتساوي 7 أس س زائد 1، أوجد قيمة س التي تحقق دالة 2 س ناقص 1 زائد دالة س ناقص 2 تساوي 5. رحنا يا أستاذ، هي كان اسمها دالة س، بقى اسمها إيه؟ دالة 2 س ناقص 1، يعني دي المسألة. هو شال الس وحط 2 س ناقص 1، زائد نفس الكلام حط س ناقص 2 بتساوي 50. جينا نجمع دول يا أستاذ، لقيناها 7 أس 2 س، ودول 7 أس س ناقص 1 بتساوي كام؟ 50. يعني ايه أس س ناقص 1؟ يعني دي مقسومة على 7. ما هو في حالة القسمة بنطرح الأسس، س ناقص 1 اللي هو كانت بقى من هنا. هنضرب المسألة دي يا أستاذ في 7، يبقى 7 في 7 أس 2 س زائد 7 أس س ناقص 50 في 7، سوينا المسألة بالصفر. هنحلل هنا يا أستاذ، 7 في 7 أس س وهنا 7 أس س، هنحلل تحليل مقص. طب 50 كم في كام؟ 2 في 25، وهنقوم محللين دي يا أستاذ 50 في 7. ليه؟ علشان يبقى 7 في 7 دي ب49، والخمسين في 1 هنا 50، الكبير ياخد النص والتاني عكسه. ومنها 7 أس س بتساوي سالب 50 على 7، ده مرفوض. ومنها 7 أس س بتساوي 7، يعني س بتساوي 1. أوجد الدالة العكسية لكل مما يأتي. أول واحدة، الدالة العكسية دي يا أستاذ كنا بنحلها إزاي؟ بنبدل ص دالة س دي هي ص ونحط مكانها س، والس ونحط مكانها ص، وبعد كده نجيب قيمة ص دي لوحدها من غير معامل ومن غير أس، فأنا هضطر أعدل 1 بإشارة مخالفة، هضطر أقسم على 8، هجيب الجذر التكعيبي جذر التكعبل ده فضل زي ما هو، جذر التكعبل 8 2، ممكن تكتبها نص وممكن تكتبها كلها كده على 2. كده انت جبت الدالة العكسية، دالة أس سالب 1 س. بالنسبة للتانية، هنبدل الص ونحط مكانها س، والس ونحط مكانها ص، شيل الجذر التكعبل نحط أس 3، هنعد الص، وبكده يبقى خلصنا السؤال. السؤال اللي بعده، ابحث نوع كل من الدالتين المعرفتين بالقاعدتين الآتيتين من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. مسكنا الأولى يا أستاذ، علشان نعرف هي زوجية ولا فردية
بشيل السين واحط مكانها سالب سين، ولو طلعت نفس الاصل تبقى زوجيه. زي ايه؟ شوف كده، دي ادتني سين اس 4 لان الاس زوجي بيشيل السالب، هنا الاس زوجي بيشيل السالب. طبعا سالب واحد ده زي ما هو ده عدد. طلع يا استاذ لما شلت السين وحطيت سالب نفس الاصل، بفان دالة سين هي هياها دالة سالب سين، اذا الدالة زوجية. طب بالنسبة يا استاذ التانية، نفس الطريقة، دالة سالب سين بسالب سين اس 2 زائد جتا سالب سين على سالب سين اس 3 زائد سالب سين، دي ادتني سين اس 2 جتا سالب سين ده الربع الرابع مكانها تفضل جتا سين، ده هتبقى سالب وده هتبقى سالب. طب ما ناخد السالب مشترك كده، بقت دالة سالب سين طلعت نفس الدالة الأصلية، بس شوف السالب ده غير إشارات المسألة كلها، يبقى قد سالب دالة سين، إذا الدالة فردية. يبقى السؤال كله لما يتغير إشارته يبقى الدالة فردية. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.